تانية نروح بقى لتقرير لطيف كده وخفيف، واللي يعيش يا ما يشوف. تخيلوا كده فرخة ماتت يتعمل لها نعي وحفل تأبين. تعالوا نشوف التقرير. هل قرأت يوما نعيا لدجاجة في الصحيفة؟ نعم، ما سمعته كان حقيقيا، فلقد نشرت أسرة أمريكية من ولاية تكساس نعيا لحيوان من أليف الدجاجة بيج ماما. كانت الدجاجة بيج ماما تعيش مع إحدى الأسر في ولاية رود آيلاند قبل أن يأخذها مربيها لأحد الأطباء البيطريين في عام 2013 لتنال موتا رحيما بعد أن تأكدوا من إصابتها بأحد الأمراض. لكن الطبيب البيطري غريغوري سورد قرر أن يتبناه هو وزوجته ستيفاني وابنيهما أيضا لتصبح حيوانهم الأليف. بيج ماما المولودة في 2012 عاشت مع أسرة سورد في ولاية تكساس لمدة 5 أعوام قبل أن تموت ميتة هادئة في قفصها مطلع العام الجاري. وقال ستيفاني سورد لإحدى الصحف المحلية إن بيج ماما قررت الموت بهدوء في الركن المفضل لها في المنزل. نعي بيج ماما نشر في إحدى الصحف المحلية في ولاية تكساس، ويقول غريغوري إنه قصد من النعي توعية البشر بأهمية حياة أي كائن مهما كان، لكنه لم يتوقع الانتشار الواسع لهذا النعي. أسرة سورد قالت لنعيها: نعلن وفاة دجاجتنا المفضلة بيج ماما، فليس كل دجاج يستحق النعي، لكن هذه الدجاجة تستحق. بمجرد نشر النعي انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومتأثر، كما دشنت عائلة سورد صفحة على فيسبوك باسم الفقيدة، كما ألف ولحن وغنى لها أحد المعجبين أغنية تحمل اسمها، نشرها على موقع يوتيوب. لكن أحد أغرب ردود الأفعال كان لأحد المحال التجارية في الولاية، حيث قرر وضع صورة كبيرة لها في مدخل المحل كنوع من التكريم لها. بقاء لله طبعا في الفرخة حقيقة.